نعرف إن كيف نقدر نتعامل مع الأشخاص المصابين بمرض نفسي. التعامل مع المرض أو خلنا نقول الشخص اللي يعاني من المرض النفسي من الضروري إن نحن نكون بجانبه. ماذا يعني؟ إن نحن هذا الشخص يحتاج لمن يحتويه، لمن يقدم له العون والمساعدة. فإذا أنت لاحظت على أي شخص أي من بوادر أو علامات الاضطرابات النفسية أو التغيرات النفسية الشديدة، فهني يجب عليك أنك تقدم له العون والمساعدة والاستشارة اللازمة. شجعه أنه يروح لزيارة الطبيب النفسي أو رافقه لهذا الطبيب إن كان هذا الحل ملائم له. وإذا كان السبب فقدان عزيز، فأنت تكون الشخص المقدم لها الدعم النفسي والاجتماعي اللازم حتى لا يشعر بالوحدة جراء هذا الفقدان. في بعض الأحيان يكون العرض النفسي ناتج عن ضائقة مالية شديدة، هذا يعني أن الشخص يفتقد لمهارة هامة وهي إدارة الأموال. فكيف نحن ممكن نعزز هذا الشخص؟ بإدخال بعض الدورات في هذا الجانب، أو حتى أنه يطلع ويقرأ أكثر في مجال إدارة الأموال وتوزيع المصروفات، بحيث تكون عنده قدرة أكبر لتجاوز هذه المحنة. وكذلك مع الأمور الأخرى اللي تسبب الضغوطات النفسية، إن كانت سواء العمل أو الحياة الاجتماعية أو الأسرية، كل ما كانت عندك قدرة ومرونة عالية في التعامل مع الضغوطات النفسية، كل ما زادت قدرتك في تجاوز المحنة وتجاوز الحالة النفسية بإيجابية أكثر. فأبحث عن الحل من خلال معرفة المشكلة الأساسية ووضع الحلول المناسبة له، وأيضاً لا تنسى الزيارة الدورية للطبيب، لأن الزيارة الدورية للطبيب راح تساعدك في الكشف المبكر عن أي بوادر أو علامات تدل على إصابة نفسية من مرض نفسي أو حالة نفسية، وكلاهم قابل للمعالجة في حال تم كشفه بالطرق الرسمية أو خلنا نقول الطرق الطبية المناسبة بوقت مبكر.